هلا احد الطرق، هلا ما بقدر احسن من الريجيليشن، بس بقدر اشوف اذا كان الفولتج في حي معين منخفض اني احسنه شوي ارفعه، واذا وجدته انه مرتفع ممكن انزله شوي. المحول بيجي معاه تابينز او تابس. ايش يعني تاب في اللغه؟ ايش تاب في اللغه؟ حنفيه. فعندي هون بيجي المحول بهذا الشكل، هي البرايمري، هي السكند، يعني هون سكند الفولتج، هذا هون برايمري فولتج. بيجي المحول اصلا بكون طالع منه الخط الرئيسي هذا وهذا، لكن بالاضافه للخط الرئيسي بكون عاملين على اللفات، يعني هاي كانها عدد لفات من هون، برجع عدد معين من اللفات لورا بسحب خط، برجع عدد او بزيد عدد لفات معينه هون بسحب خط وهون بسحب خط، يعني هذا كهربائيا مشبوك مع المحول وهذا مشبوك مع المحول. بس شو الاختلاف بين هاي النقطة وهاي النقطة مقارنة بهاي النقطة وهاي النقطة؟ هاي بتشمل عدد لفات أكبر، فكأنه هاي لو حطيت الفولتج بين هون وهون عدد اللفات تبعت البرايمري بتكون أعلى مما لو حطيت الفولتج بين هون وهون، بتكون عدد اللفات أقل. وكمان بنجيب كمان وحدة هون وكمان وحدة هون، هاي نوت تو سكيل، يعني هاي المسافة بتكون صغيرة من هون. هلا ما باجي على المحول كم خط بلاقي طالع من البرايمري؟ 1 2 3 4 5 6. كم خط طالع من السكندري؟ 2. وهذا بعطيني 0% النومينال، هذا بعطيني بلس 2.5%، وهذا او بطلب بلس 5% بلس 2.5% وهذا ماينس 2.5%، فكانه عدد اللفات هون اكبر ب 2.5 منية من عدد اللفات اللي موجودين هون، وعدد اللفات اللي هون يساوي 5% عفوا من عدد اللفات الموجوده هون، وعدد اللفات هون 2.5% من عدد اللفات الموجوده بين هون وهون، وهي 5% من عدد اللفات الموجوده بين هون وهون. شو معنى هذا؟ معناها لو الفولتج تبع البرايمري زاد بمقدار 2.5% عن الفولتج اللي انت كنت مخطط له اصلا، اذا ما عملت شيء، اذا هذا الفولتج اللي زاد 2.5% وضل هون، ايش راح يصير بالفولتج تبع السكندري؟ راح يزيد بمقدار 2.5%. حتى اعوض هاي المشكله شو بقدر اعمل؟ بقدر اقول اذا الفولتج زاد على البرايمري بمقدار 2.5%، بدل ما تشبك الفولتج على البرايمري بين هاي النقطه وهاي النقطه، تشبك الفولتج على البرايمري بين هاي النقطه وهاي النقطه، وهذا بضمن لي انه ايش يصير؟ انه يضل الفولتج على السكندري النومينال فاليو اللي انا بدي اياه. لو الفولتج على البرايمري زاد ولاحظت انت انه مرتفع وقيمته اكبر ب 5% من النومينال فولتج اللي انت كنت مخطط له، بامكانك تشبك الفولتج بفكه، بيجي الفني ايش بيعمل؟ طبعا ما بقدر يعمل هو في فولتج، هذا يمكن يكون هون في 8000 فولت، ايش لازم يعمل؟ بفصل السبلاي، ما بقدرش يعمله اون لاين، ما بقدر يعمله لايف، ايش الكلمة؟ لايف، ما بقدر يعمله لايف، ما بقدر يجي هو الهاي لايف يروح يفك السلك هذا ويحطه هون، بده يطفي السيستم وبده يجي يكون مع سبانر ولا شيء بفك هذا، بياخذ السلك من هون وبحطه، بشوف براقب الفولتج اللي هون والفولتج اللي هون، وعلى اساسه بيرفعه 1 تابينج او 2 تابينج او بنزله 1 تابينج او 2 تابينج. إذا حس إنه الفولتج قليل إيش بعمل؟ الفولتج تبع البرايمري قليل وعم بسبب فولتج قليل من السكندري، إيش بعمل؟ بنزله هالقد أو بنزله هالقد. إذا حس إنه الفولتج تبع البرايمري مرتفع مقدار 2.5% بيرفعه 1 تاب أو بيرفعه 2 تابس من هون، خلص بعدين بثبته. هذا السيستم ما بيقدر يتغير أونلاين. في سيستمز حديثة شو بتعمل؟ تكون كنترولد موتورايزد مثلا، عليها موتور أو شيء، وأوتوماتيكيا بتكون بتراقب الفولتج اللي موجود هون على السكندري، مش هذا اللي بدي أتحكم فيه؟ تراقب الفولتج اللي على السكندري واوتوماتيكيا بتغير اوتو ترانسفورمر او ترانسفورمر سيتنج، بحيث انها تغير تاخذ التابنج اللي بدها اياه لايف وهو اللود شغال. طبعا هذه بتصير سيستم خاص. نعم بس البرايمري بتطلع منه خمس ستات. نعم 1 2 3 4 5 6 وحده هون وخمسه هون. ما بقدر اشبكهم على الكونتاكتر مثلا؟ ممكن، بس انت يعني صعب، انت اذا بتسحب كرنت مثلا 200 كيلو امبير او 2000 كيلو امبير، انك فجاه تفصل الكرنت على كونتاكتر وتشغلها على كونتاكتر مش كويس. اذا يكون عندك سيستم خاص، انت شايف الكرنت عمر، اذا بتشوف كرنت يكون عندك ماشي كرنت 1000 200000 كيلو امبير وتروح فجاه تفتح عليه، شو بصير؟
لايف مشكله لهاي وراح تسبب مشكله للكونسيومرز وهاي عاده بدك تعمله اوف لاين يعني بيجيك شكاوى من الحي والشكاوى من الحي ايش بيقولوا بيقولوا الفولتج دائما واطي بالذروه وبغير الذروه عم بينزل عندنا الفولتج هون ل 180 فولت وحتى 3 الصبح بيطلع ل 200 معناه هو منخفض مش هيك بدي ارفعه فشو بيجوا بيقولوا بيقولوا بيبعثوا فني بيفصل الكهرباء بروح بحرك هاي لانه منخفض هون فولتج ايش لازم يعمل بنزل هاي هون او بنزلها هون مزبوط كلامك 100% في مشكله ريجوليشن بس اسمع ايش اهل الحي قالوا ايش قالوا قالوا احنا بنزل 180 ل 200 نازل كثير يعني بالذروه بيكون 180 وحتى بفتره الصبح بيكون 200 معناها كله بده رفع من هون فبيجي بيظبط الهادي من هون بعدها اوكي ناخذ مثال رقمي موجود من الكتاب مثلا هذا 500 كي في اي ترانسفورمر يعني نص تقريبا نص ميجا وات وهذا عندي هون 23 هذه بتصير البرايمري 23 و 200 مضروب في 5% 13860 فهذا هون هذا ممكن يكون مناسب اذا صار عندي الفولتج 13860 اذا ضربت 23200 فولت في 1.025 بصير عندي الفولتج هون 13530 فولت اذا كان صحيح يكون 13200 بعدين اذا فجانا شباب اللي بده يطلع بس يستاذن بعدين مزعج جدا واحد يطلع قبل بخمس دقائق انتهاء المحاضره يعني فيها عدم احترام اذا سمحتوا ما حد يطلع الا اذا في ظرف طارئ او شيء اذا بتوصل متاخر بتفهم بس ما تطلع مبكر 13200 واحد ناقص 0.025 فبتطلع هاي 12870 فولت وبعدين الحاله الاخيره بتصير اقل فهي صارت كانها عندي تيبل اذا كان لقيت انه البرايمري فولتج نزل لقيمه معينه من هون بقدر اعدل التابينج بحيث اني اضبط الرقم اللي موجود بكره بدنا ناخذ مثال 2.5